أهلا بكم إلى المسائية التي نقدمها كاملة من مقر الأمم المتحدة في جنيف. وفي ملفها الرئيس لهذه الليلة قطار المفاوضات اليمنية ينطلق غدا بلقاءات منفصلة مع الأمين العام للأمم المتحدة، فهل يفتح حوار جنيف باب التسوية السلمية للأزمة؟ ونود أن نقول لكم استياءنا البالغ لما نشر اليوم من إغفال أولا للوفد الرسمي للجمهورية اليمنية. وفد الرئاسة اليمنية يحتج لدى موفد الأمين العام للأمم المتحدة على البيانات والتعديلات الأخيرة لبرنامج الحوار، لكنه لن ينسحب. إذن أهلا بكم إلى مسائية الميادين مباشرة من مقر الأمم المتحدة في جنيف. ساعات ويستضيف هذا المبنى هنا في جنيف الحوار اليمني المرتقب بعد يومين من الشد والجذب من الطرفين وبينهما. رافقهما استنفار دبلوماسي من الأمم المتحدة ومبعوثها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، استمر حتى اللحظات الأخيرة بهدف ضمان وصول الطرفين إلى جنيف وبدء هذه المفاوضات. المبعوث الأممي اجتمع قبل قليل بوفد الرياض الذي أبدى انزعاجا علنيا من البيانات والتعديلات التي أدخلها فريق الأمم المتحدة الراعي لهذا الحوار على شكل المؤتمر. فإذا هل تنجح هذه المفاوضات في الأيام الثلاثة المقبلة في تثبيت هدنة أقله خلال شهر رمضان المبارك، وتفتح بالتالي الباب أمام حوار يمني فعلي مباشر بين الطرفين لإيجاد حل سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد؟ إذن سنناقش الملف اليمني في كامل المسائية لهذه الليلة، ولكن قبل ذلك نذهب إلى موجز للأخبار من استوديوهات الميادين. مساء الخير. عمد تنظيم داعش إلى تفريق الهاربين من المعارك في ريف تل أبيض إلى الحدود التركية، وقد تجاوز عدد النازحين القادمين من تل أبيض وريفها 2000 شخص والذين منعتهم السلطات التركية من دخول أراضيها. وتظهر لقطات مصورة من الجانب التركي مسلحين من تنظيم داعش يدفعون النازحين إلى مغادرة المنطقة. وذكر ناشطون أن داعش يمنع نزوح الشبان ويجبرهم على حمل السلاح والقتال ضمن صفوفه. في العراق قتل 26 عنصرا من داعش بينهم قياديون بارزون في قصف صاروخي استهدف اجتماعا للتنظيم في القائم غرب الأنبار. ومن بين قياديي التنظيم الذين قضوا بالضربة الصاروخية كل من عبد الرؤوف الصومالي وسيف الإسلام الخراساني وأبو عزام الفلوجي، أبرز قيادات داعش في الفلوجة، وأبو مجاهد الأذري المنسق في داعش. شيع آلاف الفلسطينيين الشهيد عبد الله إياد غنايم الذي سقط بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر مالك شرق رام الله. قوات الاحتلال زعمت أن الشهيد سقط نتيجة انقلاب سيارة عسكرية عليه أثناء محاولته رشقها بالحجارة خلال تصدي عدد من الشبان الفلسطينيين لاعتداءات الجيش الإسرائيلي، لكن الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي في رام الله أكدت أن رصاصة وجدت أسفل العمود الفقري للشهيد، ما يؤكد أن الاحتلال قتله ثم دهسه. صادقت الحكومة الإسرائيلية على قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وينص القانون على إجبار الأسرى المضربين على تلقي الطعام بالقوة في حال وجود خطر حقيقي على حياتهم. وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية حذرت أخيرا من وجود نوايا لإضراب كبير للأسرى الفلسطينيين بعد شهر رمضان، وطلبت من الداخلية الإسرائيلية منحها المزيد من الوسائل للتأقلم مع الإضرابات.
أكد السودان أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى جوهانسبورغ تسير بنحو عادي، وأن الرئيس سيعود إلى بلاده بعد إكمال الجلسة الأساسية لقمة الاتحاد الأفريقي. وكانت محكمة في جنوب أفريقيا أصدرت قرارا بمنع البشير مؤقتا من مغادرة البلاد ما دام القضاء لم يبت طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله. ويشارك البشير في قمة للاتحاد الأفريقي في جنوب أفريقيا، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية دعت بريتوريا لإيقافه في إطار الملاحقات التي صدرت بحقه عام 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. سحبت بريطانيا عددا من جواسيسها من بعض الدول بعدما تمكنت روسيا من فك الكثير من رموز الوثائق السرية التي حصلت عليها من المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن. وقد تمكنت موسكو من فك رموز أكثر من مليون ملف، فيما نقلت صحيفة ساندي تايمز عن مصادر حكومية أن الصين حصلت أيضا على الوثائق التي تكشف تقنيات الاستخبارات البريطانية والأمريكية. فصل قصير ونتابع بعده المسائية. إذن أهلا بكم من جديد مشاهدين إلى المسائية التي نقدمها من جنيف من داخل مقر الأمم المتحدة، ونحن نترقب بداية الحوار اليمني اليمني الذي ستنطلق أعماله صباح الغد عند 9:00. لابد من الإشارة إلى أن هذا اليوم كان يوما حافلا في الواقع، ماراثونيا إذا صح التعبير. تقلبت أجواءه بين السلبية والإيجابية في مسألة حضور الوفد الذي يمثل أنصار الله والمؤتمر الشعبي، أي وفد صنعاء أو ما يصطلح على تسميته وفد صنعاء. إذن سنذهب الآن إلى زميلنا موسى عاصي الذي يتابع أو تابع بالأحرى تفاصيل كل هذا النهار من مقر الأمم المتحدة. في تلخيص ربما موسى لأجواء هذا اليوم، كيف توصلت الأمم المتحدة إلى إقناع الوفود بالمشاركة، مع العلم أن أيضا وفد الرياض كان لديه بعض الملاحظات وبعض ربما يعني المشاكل في مسألة الحضور من عدمه. تفضل موسى. نعم، في الواقع يجب أن نتوقف عند التطور الأخير الذي حصل هذا المساء بإعلان وزير الخارجية في حكومة الرئيس هادي عن أن المبعوث الدولي اعتذر عن تصريحاته السابقة أو عن بياناته السابقة التي صدرت صباح اليوم، والتي أعلن فيها أن المشاورات التي ستجري هنا في الأمم المتحدة ستجري بين المكونات السياسية اليمنية وليس بين فريقين، فريق السلطة وفريق المعارضة، وبحسب تعبير حكومة هادي بين السلطة وبين المتمردين. خصوصية التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية في حكومة هادي هي أنه أدلى به إلى جانب المبعوث الدولي، وهذا يسود الاعتقاد هنا في جنيف بأنه سيكون محل انتقادات من قبل أنصار الله الذين لطالما انتقدوا موقف وصيغة الأمم المتحدة في تقديمها لهذه المشاورات. نعم. فلنعود قليلا إلى الوراء اليوم لنا في البداية. موسى عذرا سأقاطعك وأتمنى أن تبقى معنا لو سمحت. سنذهب الآن إلى ضيفنا في الواقع، بما أنك تتحدث عن موضوع وفد الرياض، ضيفنا هو عضو في وفد يعني الرئاسة الرئيس هادي، الشيخ عثمان المجلي الذي ينضم إلينا من جنيف في الواقع من الفندق الذي ينزل فيه الوفد في هذه المدينة السويسرية للمشاركة بالمفاوضات غدا. إذا أهلا بك شيخ عثمان المجلي. نريد يعني أن نفهم منكم، نحن استمعنا إلى كلمة وزير الخارجية في الواقع يقول بأن القرار الأمم 22/16 هو الذي يعني أنتم آتين إلى هنا لكي تبحثوا كيفية تطبيقه. ألا تعتقدون أن هذا الأمر سيثير حساسية الطرف الآخر الذي يرفض هذا القرار جملة وتفصيلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن لم نقول ذلك ولكن نصر على ذلك، لأن الدعوة واضحة من الأمم المتحدة، حيث الدعوة واضحة البنود، وأتينا وفد الشرعية وفد الحكومة اليمنية والرئاسة اليمنية للمشاركة في التشاور حول آلية تنفيذ القرار الأممي 22/16 وما استند إليه من قرارات سابقة وإلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. أما بالنسبة أنه يثير حضيضة الآخرين،
يعني بالطبع أنه لا يريد أن بصفتها إنقلابي وبصفتها يحاول اغتصاب السلطة داخل اليمن واحتلال مناطق الناس وحقوقهم، فلا يريد أن أحد أن يقول له أخطأت أو شيء، لكن المجتمع الدولي والمجتمع اليمني والإقليمي يرفض ما قامت به هذه الميليشيات المتمردة التي أوصلت اليمن إلى حالة مأساوية من الخراب والاقتتال والتناحر. طيب، كانت لديكم اليوم ملاحظات أو استياء كما عبر عنها وزير الخارجية، يعني من مسألة توسعة الوفد، البيانات التي صدرت أيضا اليوم، هل يعني وجدتم حلول لهذا الاستياء؟ هل أنتم راضون الآن، خصوصا أن ربما وزير الخارجية قال أن الوفدين سيمثلان بسبعة أشخاص، وهذا ربما يناقض ما تحدثت معه الأمم المتحدة أو تحدثت فيه الأمم المتحدة مع وفد صنعاء الذي هو الآن في الأجواء يعني وسيصل بعد قليل ربما إلى جنيف؟ بالنسبة لتحديد القوام، هو تحديد واضح بالنسبة لهذا الشيء من أساس تقديم الدعوة، من بداية تقديم الدعوة وقبول الوفود بالوصول والمشاركة إليها كانت واضحة، حددوه بسبعة أعضاء لكل طرف، طرف الحكومة والشرعية وطرف المتمردين أو الإنقلابيين، سبعة كذلك. هذا لن نأتي به جديد أو شيء، وإنما عندما حصل تصريحات أو بيانات ضبابية لم توضح معنى البيان الذي صدر في الصباح، استفسرنا من الأخ ممثل الأمين العام ووضح لنا أنه وأكد أن الحضور سيكون سبعة مقابل سبعة للتشاور حول آلية تطبيق وتنفيذ القرار 22/16 وما يتعلق به. طيب، يعني شيخ عثمان المجلي، هناك قوى عسكرية مؤيدة للرئيس هادي أعلنت رفضها لمؤتمر جنيف، لماذا هناك انقسام بين المستوى السياسي والمستوى العسكري المؤيد للرئيس هادي؟ بالنسبة ل يعني الانقسام هذا لم أسمع به إلا منكم أنتم، حيث ولا الكل مجمعين على هناك انقسام بالنظرة إلى مؤتمر جنيف وبأهمية المؤتمر، هذا هو الانقسام يعني، وأعتقد أنك قرأت في الصحف البيانات التي صدرت عن أكثر من فصيل عسكري لم يعلن تأييده لمؤتمر جنيف. بالنسبة لل البيانات التي صدرت عن الفصائل العسكرية التي لم تعلن تأييدها لجنيف، تفضل. يعني أنت تقول يعني بالنسبة للتفاؤل من مؤتمر جنيف، بالنسبة لمؤتمر جنيف هي يعني حضرنا بناء على دعوة من الأمين العام والمجتمع الدولي ويجب أن نلبيها، وهناك قرارات لسنا نحن ملتزمين بتنفيذها، وإنما على من اغتصب و اقتحم معسكرات الدولة واقتحم مؤسسات الدولة واقتحم مناطق الناس ومنازلهم هو الذي ملزم عبر القرار مجلس الأمن الصادر تحت الفصل السابع عليه أن ينفذها، والمسؤولية التنفيذ ترجع على المجتمع الدولي ومجلس الأمن وليس علينا نحن. طيب الشيخ، نحن نعلم أن المفاوضات ستكون كل طرف على حدة في غرفة منفصلة، هل يمكن أن تصل هذه المفاوضات في يومها الثالث إلى أن تجلسوا على طاولة واحدة؟ هذا خاضع لإدارة التشاور، ولكن الاتفاق على أنه كل وفد يكون له لقاءاته الخاصة به إلى أن نستطيع أن نخرج بتنفيذ القرار 22/16 الذي نأمل فيه أن نخفف على من معاناة المجتمع اليمني التي تسبب فيها الحوثيين ومن معهم الإنقلابيين، حيث تسببوا في كارثة إنسانية ودمار وخراب يعني ليس خافي على الجميع وهو يعني سبب في ذلك. فنحن نسعى إلى إيجاد مخرج لليمن، نحن نسعى إلى إيجاد مخرج لليمن، والمخرج في وجهة نظر الكثير وفي وجهة نظر العالم ممثل في الأمم المتحدة هو تنفيذ والتزام بقرار مجلس الأمن.
طب يعني مع هذا الخطاب ربما قد يقول بعض أنه بالفعل هناك صعوبة لأن يكون هناك جلوس للطرفين مع يعني على طاولة واحدة أو على يعني في غرفة نقاش واحدة أقله إذا لم يكن هناك حديث مباشر. الخطاب حد من الطرفين، ربما تغيير الخطاب هو مطلوب بالدرجة الأولى؟ لا، ليش مسألة الخطاب؟ يعني القرار هو واضح، يعني احنا لم نأتي بجديد ولن نأتي لنصنع شيء جديد، هي التشاور حول كيفية تنفيذ هذا القرار الملزم للجميع الذي يتعنت أو الذي يرفض الانصياع للقرارات المجتمع الدولي هم الطرف المعتدي، هم الطرف الذي أوجدوا الحرب في عدن أو أوجدوا الحرب في صنعاء أو أوجدوا الحرب في عمران أو أوجدوا الحرب في تعز أو قدر الحرب في كل منطقة. من هو الذي اعتدى على مؤسسة الدولة؟ نحن نطالب بوجود دولة نظام وقانون ومؤسسات، وهؤلاء قاموا يعني انقضوا عليها وانقضوا على مناطق الناس واقتحموا منازل الناس واقتحموا كل مؤسسات الدولة. نحن نريد يعني الإبقاء على ما تبقى من مؤسسات الدولة وأن يلتزموا بالقرار 2216 الذي يعود إلى مرجعية واضحة من مخرجات الحوار الوطني التي كان الناس على وشك الانتهاء منها برضا واتفاق من الجميع. من انقلب على هذا الأشياء هو الذي حمل السلاح وتهور وأدخل اليمن في هذا المأزق التاريخي وفي هذا النفق المظلم الذي عليه أن يتحمل تبعاته. في الواقع أريد منك ردا على هل يعني تسمح لنا بعد بسؤال؟ طيب السؤال الأخير لك، هناك يعني الطرف الآخر يقول أريد منك ردا على ما يقوله الطرف الآخر أن هناك تأثير كبير عليكم كوفد من السعودية وربما أنتم لا تملكون القرار الكامل بمعزل عن الإملاءات السعودية. ما هو ردكم على هذا؟ تسمعني الآن؟ أعيد السؤال. تسمعني الآن؟ صوتي واضح؟ أيوة تفضلي. أوك ممتاز. أريد منك الطرف تفضل. الآخر يقول بأنكم لم تأتوا إلى هنا بمعزل عن إملاءات سعودية، فأريد منك ردا على هذا الأمر، إلى أي مدى أنتم لديكم حرية اتخاذ القرارات بمعزل عن قرار القرار السعودي بحسب طبعا ما يقول الوفد الآخر؟ يا أختي العزيزة، يجب أن تفهمي أنهم يعني إذا أردتوا أن تفهموا أنهم يكذبون في كل كلامهم. نحن أحرار في قرارنا وفي كل مطالبنا، ومطالبنا هي مطالب واقعية ومطالب قانونية وإنسانية. أنا من أبناء محافظة صعدة وغيري من أعضاء الوفد، كل واحد يمثل يعني شرائح المجتمع اليمني ويمثل السيادة في النظام القانوني. من يعني الذي انا اريد ان اعود الى بلادي والى منطقتي وغيري مثلي، وان يعودوا ابناء تعز الذي شردوا وابناء صنعاء وكذا الى مناطقهم دون اي وصايا، في امن وفي استقرار. نريد بلادنا ان تكون كسائر دول العالم في امن واستقرار، ولا يحكمها الميليشيات الجهله القتله. فالطرف الاخر هذا ليس لديه اي مشروع تدمير بلد. مشروعهم هو تدمير بلد بداء من صعده من بداية 2004 عندما قرروا حمل السلاح على الدولة في ذلك الحين. الميكروفون بيسمع، أنا بواصل. يعني عندما حملوا السلاح في 2004 على الدولة وتمردوا عليها، فيعني أنا أؤكد أنهم يعني قاموا بمشروع تدميري بناء على توجيهات نعرفها. نحن لم نتمرد على أي جهة كانت، وإنما طالبنا بالبقاء في بلادنا وبقاء مؤسسات الدولة تحت نظام شرعية، حيث مؤسسات الدولة قائمة سواء مؤسسة الرئاسة، مجلس النواب، رئاسة الوزراء. قاموا باحتجاز، يعني هل يساطروا حقوق الناس السياسية والحقوق الخاصة والعامة ولا يدروا أحد أن يتكلم ويقولون الناس مسيرين أو غير؟ لا، قراراتنا من ذات أنفسنا، ونطالب بحقوقنا السياسية والاجتماعية والخاصة والعامة ممن اغتصبها وهو دون حق. وأنا سمعت في مقابلة للرئيس السابق على قناتكم أنه كان على خلاف إداري قامت حرب في صعدة.
أسأل أنت، هل قد يعني حصل في أي أرض كان أو في أي دولة كان خلاف إداري ينتج عنه قتل عشرات الآلاف وتشريد مئات الآلاف من المنطقة بسبب خلاف إداري؟ لا، إنما تمرد وقاموا باستحلال دماء المواطنين ودماء الجنود والشرفاء من أبناء الشعب اليمني، ووقفنا ووقف الحكومة السابقة برئاسة الرئيس السابق ضد هذا التمرد الواضح والذي فيه دليل إثبات تورط خارجي إيراني في هذا الجانب، وآخرها ما وصلت به البواخر الإيرانية في الوقت السابق في وقت حكومة الرئيس عبد الربه منصور هادي، وتم احتجاز الإيرانيين ولم يخرجوا ولم يفك عنهم إلا تحت ضغط وتهديد الميليشيا الحوثية عندما سيطرت على 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 على, 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 على صنعاء وضغطوا على عبد الربه منصور هادي الرئيس الشرعي اليمن أن يفرج عنهم في ذلك الوقت. فمن هو الذي يخضع على الإملاءات؟ من وصل السلاح له إلى وسط صنعاء ووصلوا الأجانب يدربوه ووصلوا إلى وسط السجون اليمنية؟ أما الإنسان الذي بيطالب بالنظام وقانون العودة إلى الحقوق ويعرف أن الوطن هذا يتسع للجميع وليس لشريحة معينة أو لشخص محدد، فالقضية واضحة والتدليس غير مقبول والواقع يدحضه. شكرا. شكرا لك شيخ عثمان المجلي العضو في وفد الرئاسة اليمنية، كنت معنا من فندق ستارلينك في جنيف. شكرا لك على انضمامك إلى هذه المسائية. في كل أحوال مشاهدينا، كما سبق وذكرنا في الساعات القليلة الماضية كان هناك اجتماع بين المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع هذا الوفد، وفد الرئاسة اليمنية، وكان هناك تصريح لوزير الخارجية المستقيل في هذه الحكومة، حكومة الرئيس هادي، رياض ياسين، قبيل اللقاء أبدأ استياء بالغا من التصريحات التي صدرت عن الأمم المتحدة خلال هذا اليوم. نشاهد ونسمع ماذا قال. جينا بناء على دعوة واضحة حددت المرجعيات المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 2216، ونود أن نبلغكم استياءنا البالغ لما نشر اليوم من إغفال أولا للوفد الرسمي للجمهورية اليمنية، وأيضا ثم تدارك الأمر بما هو أسوأ منه بإغفال وعدم ذكر القرار 2216 ثم حذفه أيضا لاحقا من موقع الأمم المتحدة. ونؤكد أن معيار الحضور والمشاركة في هذا اللقاء التشاوري 7 أشخاص ومعاهم 3 من المستشارين فقط. من جديد إلى زميلي موسى عاصي أيضا من مقر الأمم المتحدة في جنيف. وموسى تأخرت عليك كثيرا، ولكن أريد أن أفهم منك استشراف للغد التحضيرات، كيف جهزت الأمم المتحدة نفسها لاستقبال هذا الحوار اليمني اليمني، وما هو جدول أعمال ربما الغد؟ ماذا يمكن أن ننتظر ونرتقب في الغد؟ نعم، في الواقع نحن بانتظار وصول الطائرة التي تقل الوفد من صنعاء، وفد أنصار الله والأحزاب المتحالفة وحزب المؤتمر الشعبي إلى جنيف. بالنسبة لصباح الغد فإن الجلسات الأولى ستعقد بوجود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ستعقد باكرا جلستين كل على حدة بين الوفد الرئاسي والوفد وفد صنعاء للأحزاب، ومن ثم سيتولى المبعوث الدولي إسماعيل ولد أحمد لمتابعة هذه المشاورات أو بدء هذه المشاورات مع الفريقين طبعا في قاعتين منفصلتين. إذن حتى الآن هذه الصورة ليوم الغد، ولكن نحن طبعا كل جديد يمكن أن يوقف أو يعرقل هذه المفاوضات أو يعيق يعني انعقادها صباح الغد، خصوصا مع التصريحات التي سمعناها مساء اليوم والتي يمكن كما قلنا قبل قليل يمكن أن تستجلب ردود فعل من الفريق الآخر. شكرا موسى عاصي على هذه الرسالة وأيضا على التغطية طيلة هذا اليوم، وطبعا غدا سنكون معك في مواكبة لهذه المفاوضات التي ستبدأ صباحا عند 9. شكرا موسى عاصي، إذن مراسلنا في مبنى الأمم المتحدة في جنيف. مشاهدينا الآن نتابع المسائية، وينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء رئيس تحرير صحيفة الأولى سيد محمد عايش. أهلا بك سيد محمد. إذن بعد يعني أخذ ورد وفد صنعاء صعد إلى الطائرة وهو
في الأجواء الآن بانتظار أن يصل إلى جنيف لبدء المفاوضات. ولكن في هذه الأثناء كان هناك تصريح ملفت لوزير الخارجية يعني في الحكومة المستقيلة، يقول بأن غدا الوفد سيكون 7 ب7، يعني سبعة أشخاص سيلتقيها الأمين العام المتحدة. هل هذا يعني يؤدي ربما إلى استياء من قبل وفد صنعاء قد يعرقل أو يوقف المفاوضات؟ لا أعتقد. أصلا رياض ياسين هو متعود على إطلاق مثل هذه التصريحات ذات السقوف المرتفعة، وإلا أصلا لماذا يذهب إلى جنيف إذا كان مستاء من سوء أداء الأمم المتحدة أو سوء إدارة الأمم المتحدة لهذه المفاوضات؟ من الواضح عموما أن هذه المشاورات تنعقد بعد أن رضخت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لشروط الواقع أكثر مما هي شروط الحوثيين أو المؤتمر الشعبي العام. سيد محمد، هل يمكن أن أقاطعك؟ عفوا أعذرني على المقاطعة. نعم. ولكن أنا أريد هنا أن أشير إلى نقطة مهمة. أن تأكيدات يعني وزير خارجية أتت وإلى جانبه وكان هناك اجتماع قبله مع المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يعني لا يمكن أن يطلق هكذا تصريحات لو ما حصل على تأكيدات فعلية من قبل الأمم المتحدة. لهذا يعني كانت الملاحظة. نعم بالضبط، لكن هو يتحدث عن ملاحظات جوهرية. أصلا لم يكن مؤتمر جنيف أو مشاورة جنيف ستنعقد لو لم تكن هذه الأمور قد حسمت ومن وقت مبكر، يعني لولا طبيعة التعديلات التي اتخذتها الأمم المتحدة على المستوى الشكلي لمؤتمر جنيف وعلى مستوى المضمون لما طارت طائرة الأمم المتحدة تقل وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي من أن يعني من صنعاء، لما طارت عليهم ولما توجهوا إلى جنيف. صحيح أن موقف الأمم المتحدة هو مزعج جدا بالنسبة لحلفاء السعودية، لرياض ياسين ولمن يمثلون طبعا المعسكر الحليف للسعودية. من ناحية أولا أن هذا التعديل الذي طرأ على شكل المشاورات يلغي الفكرة التي كان يسعى رياض ياسين ومعسكره لتكريسها والمتمثلة في أن الحوار سيتم بين حكومة وبين انقلابيين أو بين شرعية وبين متمردين. مبعوث الأمم المتحدة أصدر بيانا فجر أمس أكد فيه أن الحوار سيتم بين مكونات سياسية يمنية وليس بين حكومة وشرعية، يعني حكومة شرعية أو غير شرعية وبين انقلابيين ومتمردين وما إلى ذلك. هذا على مستوى الشكل. على مستوى المضمون أيضا، وكما سمعنا رياض ياسين في تصريحه هو تحدث عن أن الأجندة المفترضة لهذه المشاورات هو التشاور حول آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي. هذا الكلام لو كانت الأمم المتحدة قد أقرته فعلا لما كان مؤتمر جنيف سينعقد من الأساس، لأنه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي هو مطلب مطروح على طاولة الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام وصالح منذ بداية الحرب وهم يرفضونه، وبالتالي أيضا الحرب السعودية لم تستطع أن تحقق هذا المطلب ولم تستطع أن تلزم الأطراف اليمنية في الداخل على تنفيذه. سأعود إلى مسألة القرار الدولي. وطبيعي أنها لم تستطيع أن تفعل ذلك أو أن تلزم به هؤلاء عبر طاولة المفاوضات. طيب أنا سأعود إلى هذه النقطة في الواقع لأنها نقطة ملفتة، على أساس أن كل طرف يأتي إلى المفاوضات ولديه خلفية مختلفة عن الطرف الآخر. ولكن بما أنك تحدثت عن وفد صنعاء الذي غادر اليوم، سنذهب لنشاهد كيف غادر الوفد، كيف استقل طائرة الأمم المتحدة التي كانت أتت ليستقلها ثم غادرت ثم عادت إلى مطار صنعاء. هذا الوفد إذن يأتي إلى جنيف محملا بأمال أن يؤدي هذا المؤتمر ولو إلى اتفاق مبدئي يؤسس لمستقبل أفضل. نشاهد هذا التقرير لعمر كايت. أخيرا أقلعت الطائرة من مطار صنعاء. أقلت القوى السياسية اليمنية وفي مقدمهم ممثلين عن حركة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام. قبل الانطلاق أملت الأحزاب اليمنية أن ينجح الحوار ويتم التوصل إلى حل سياسي.
المؤتمر يحرص على نجاح الحوار، لأن الحوار بدون الأحزاب والقوى السياسية المتصارعة على الساحة لا يمكن أن يكون هناك حوار، ولا يمكن أيضا أن تكلل المفاوضات بالنجاح. نأمل من هذه المشاورات في أن نبحث وأن نخرج بخطوط عامة وعريضة، وأن نحسم الآليات التي من خلالها يتم إحياء العملية السياسية والدخول في حوار جاد يفضي إلى نتائج مرضية والتوصل إلى حل سياسي شامل. الوفد أكد أن الملف الأهم هو الملف السعودي اليمني وما يرتبط به من وقف للحرب وترسيم للحدود ورفع للحصار. اليوم الملف الخطير هو الملف السعودي اليمني، ويجب أن يكون هو أحد الملفات الأساسية. هذا الملف وهذا القتل الذي يحدث في كل يوم يجب أن يوقف. ساعات عدة أخرت الرحلة، أتت الطائرة صباحا ثم غادرت. رفضت الأحزاب التوجه إلى جنيف في حال عدم تلبية بعض المطالب المتعلقة بإدارة الحوار وبتمثيل القوى السياسية. الوفد تأخر إلى هذه اللحظة، كان المفترض أن يسافر بعد فجر اليوم، إلا أنه بسبب تأخر بيان الأمم المتحدة في تحديد المكونات وأعدادها وتوسعتها على أعداد المشاركين كان سبب رئيسي الأمر هذا، ثم بطبيعة اللقاء هناك والتشاورات التي ستتم بين الأطراف كلها وأيضا المتحاورين الذين سيحضروا من الطرف الآخر. بعد ساعات من المقرر أن يبدأ الحوار بين المكونات السياسية، الجميع يقر بأنها معقدة وصعبة. أعود إليك سيد محمد عايش، رئيس تحرير صحيفة الأولى من العاصمة اليمنية، ما رأيك بهذا الوفد الذي خرج من صنعاء؟ تركيبة الوفد، مستوى التمثيل فيه، إن كان من قبل أنصار الله أو من الأطراف الأخرى؟ هو من ناحية مستوى التمثيل، هو مستوى التمثيل يعكس طبيعة فعلا رغبة هذه الأطراف على الوصول إلى نتيجة من هذا الحوار. نحن نعرف مثلا التشكيلة التي يتكون منها وفد أنصار الله أو المؤتمر الشعبي العام هي نفس التشكيلة التي كانت تتحاور في موفنبيك برعاية المبعوث الأممي السابق جمال بن عمر. تلك التشكيلة التي كانت قد توصلت إلى أو كانت على مشارف التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية القائمة التي كانت قائمة قبل التدخل السعودي. ما الأهم في هذا الوفد أنه وفد يمثل مختلف المكونات السياسية الموجودة في الداخل، وهو ما يؤكد على أن الأمم المتحدة قد تبنت بالفعل هذا المطلب الرئيسي لدى أطراف الداخل والمتمثل في أن يكون الحوار بين أطراف سياسية وبين مكونات سياسية، لا بين حكومة ومعارضة أو بين حكومة ومتمردين أو انقلابيين أو ما إلى ذلك. طيب إلى أي مدى الوفد الآخر، يعني أنا سألت السؤال قبل قليل إلى الشيخ المجلي الذي كان معنا وهو أكد أنهم يملكون قرارهم، إلى أي مدى هذه المشاورات أو هذه المفاوضات سيد محمد عايش هي تحصل فعلا يمنيا بمعزل عن أي تدخل دولي، بمعزل عن أي تأثير من أي دولة غربية أو عربية؟ على العكس تماما. أولا من حيث المبدأ، اليمنيون جميعا يعلقون أملا على هذه المفاوضات كما يعلق الغريق أمله لإنجازه ولو حتى على قشة. جنيف في هذه المرحلة هو يمثل هذه القشة، هو لا يمثل سقفا كبيرا يمكن أن يعلق عليه أي أمل بسبب طبيعة عدم توفر أو عدم نضوج الشروط حتى الآن لانخراط اليمنيين في حوار حقيقي يمكن أن يصل إلى نتائج حقيقية. أولا هذا الحوار يتم، يعني من حيث المبدأ يتم بين الطرفين، طرف يملك كامل أوراق القوة على الأرض، هو مسيطر فعليا على الأرض، ولم تستطع الحرب السعودية أن تزحزح سيطرته منذ بداية الحرب قبل 80 يوما على الإطلاق، بينما الطرف المقابل هو الطرف الحليف للمملكة العربية السعودية، السعودية التي خاضت مباراة صفرية
لا تستطيع فيها يعني الفوز بالنتيجة ولا حتى التعادل، ولكنها أيضا لا تستطيع القبول بأن تخرج من هذه الحرب خاسرة. لذلك كل الطرق أمام حلفائها لا يمكن أن تصل بهم إلى نتيجة ما لم يضمنوا تحقيق انتصار واضح وصريح للسعودية على طاولة المفاوضات، أو أنها تعتقد أنها ستستمر في حربها حتى تصل هي إلى هذا الانتصار الذي يبدو مستحيلا. طيب سيد عايش، إلى أي مدى المفاوضات التي حصلت في مسقط أو يعني المحادثات أو اللقاءات التي جرت في مسقط يمكن أن تساعد على أن ينجح هذا الحوار في جنيف، أو سيكون لديها تأثير أو ربما أسست لشيء ما في جنيف؟ أحسنتي، هناك رهان قائم الآن على هذا بين قوسين شيء ما قد يكون حدث داخل مفاوضات مسقط، لأنه مفاوضات مسقط لم تنتهي إلى نتيجة واضحة، مع أنها مفاوضات حضرتها أطراف دولية مؤثرة، أطراف دولية مؤثرة على الداخل اليمني على أطراف الداخل اليمني، وأطراف دولية مؤثرة أيضا على المملكة العربية السعودية وحلفائها في هذه الحرب، لكن هذه المفاوضات لم يعلن في النهاية ما إذا كانت نجحت أم فشلت، وكأن هناك شيء ما طبخ أو يطبخ حتى اللحظة على نار هادية، وقد يختار أو قد تختار طاولة جنيف لإخراج ما تم الاتفاق عليه ربما في مسقط أو ما إلى ذلك. لكن أيضا من حيث المبدأ أنا أعتقد أن تبني الأمم المتحدة لكامل المطالب التي طرحها أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام حول شكل ومضامين مشاورات جنيف أن هذا بحد ذاته هو أحد إنجازات مسقط. المجتمع الدولي بدأ يتفهم إلى حد كبير وجهة نظر الداخل، بدأ يتفهم فكرة أن الحل يملكه الداخل ولا يملكه الخارج بأي حال من الأحوال. المملكة العربية السعودية وهي تخوض حربها الشرسة والتي تجاوزت إلى الآن 80 يوما لا تملك في رأسها ولا حلفائها أي تصور للحل للوضع المعقد، ومثلا هم الآن ذاهبون إلى جنيف دون أي تصور للحل غير تصور واحد هو تصور الانتصار أو الهزيمة. المجتمع الدولي أيضا لا يملك أي تصور واضح للحل وهو مرتبك كارتباك السعودية. قرار مجلس الأمن الدولي الذي تريد السعودية أن يكون هو البند الوحيد أو أن يكون تنفيذه هو البند الوحيد على طاولة جنيف، هذا القرار أيضا لا يحمل أي حل للمشكلة اليمنية أو للأزمة أو للحرب أو للحروب الداخلية. قرار مجلس الأمن الدولي هو مجموعة عقوبات وليس مجموعة حلول. طيب. قرار مجلس الأمن الدولي أثبتت الأيام أنه يعني أن الواقع عاصي على القبول به أو على إمكانية تنفيذه. قرار مجلس الأمن الدولي مجرد الذهاب إلى جنيف الآن أو ذهاب الأطراف اليمنية الممثلة للتحالف مع السعودية، مجرد ذهابها إلى جنيف يسقط بندا رئيسيا من بنود قرار مجلس الأمن الدولي 22/16 الذي الآن يعبر رياض ياسين عن استيائه لأن الأمم المتحدة لم تعلن بأنه هو المضمون الرئيسي للمفاوضات. هذا البند الذي سقط هو البند الذي يدعو بوضوح جميع الأطراف اليمنية إلى التجاوب مع دعوة الرئيس عبد ربه منصور هادي والذهاب إلى الرياض للحوار هناك للخروج من المشكلة أو لإيجاد حل للأزمة السياسية العالقة في البلد. سيد محمد ابقى معنا لو سمحت. تسمعني؟ طب تسمعني، ابقى معنا لو سمحت، لأننا بما أنك تتحدث عن مواقف الدولية سنذهب لنرصدها في الواقع، مواقف الأطراف الإقليمية من هذا المؤتمر وأي تأثير أيضا لهذه الأطراف على مجريات الحوار. علي هاشم. لا شيء في جنيف يؤشر إلى أن حلا قريبا في اليمن على طريق النضوج، لا المؤشرات من داخل اليمن ولا تلك القادمة من خارجه، فالإقليم يزداد سخونة يوما بعد يوم ومساحات التسوية تضيق وتضيق حتى أن التفاصيل تكاد تملأها وتخفيها عن الأنظار. فالحرب اليمنية بعدما تخطت عداد الأسابيع وأضحت تقاس بالأشهر
أثبتت أن الحل العسكري السعودي لن يعيد منصور عبد رب هادي رئيسا، بل إن القصف على قسوته وشدته لم ينجح في تغيير ميزان القوة على الأرض، فحافظ أنصار الله على اليد العليا حيثما هم، بل وتمكنوا من تهديد الأراضي السعودية وإطلاق ما يمكن أن يتطور لاحقا ليصبح حرب استنزاف موحلة بالنسبة للرياض. تريد السعودية اليوم نصرا دبلوماسيا يعيد حليفها هادي إلى صنعاء أو في الحد الأدنى إلى عدن لتخرج بماء الوجه من معركة لا يبدو لها أي أفق. هو الأفق عينه الذي يغيب عن نظر طهران منذ أن امتدت المعركة وتطورت. إيران حليفة أنصار الله الحوثيين تريد لحلفائها أن يخرجوا من الحرب بالحد الأقصى من المكاسب. الصمود الميداني والصبر الاستراتيجي في معركة عض الأصابع سمح لهم بإثبات وجودهم وقدرتهم للعالم، لذا فالاستفادة من هذا الوجود والقدرة على الصبر يجب أن يكون بنتائج على مستوى التضحيات. تريد إيران ضمان أن يكون لأنصار الله دور وازن في مستقبل اليمن، وذلك عبر حل يقارب المبادرة الإيرانية: الوقف الفوري لإطلاق النار والبدء بخطة للمساعدات الإنسانية والعودة إلى المفاوضات وتشكيل حكومة موسعة لإنهاء الصراع. بين السعودية وإيران تقف عمان التي تتخذ موقفا حياديا من الأحداث وتسعى إلى تقريب وجهات النظر عبر لقاءات سرية وعلنية مع الطرفين. تريد عمان الوصول إلى حل يحقن الدماء في اليمن الذي تتشارك معه في حدود تمتد إلى ثلاث محافظات، لذلك فهي كانت منذ بداية الأزمة حريصة على عدم التورط في الحرب وفي الوقت نفسه على إظهار رغبتها بالمساهمة في الحل. إذن كل الأنظار تتجه إلى جنيف، وأنظار من في جنيف تتجه إلى صنعاء لمعرفة ما إذا كان الحوار سيكتمل نصابه وينطلق أم أنه سيؤد في مكان مولده. إذن هذا سؤال الكل يطرحه في الواقع في جنيف في اليمن وفي أكثر من دولة إقليمية ويعني غربية وعربية. سيد محمد عايش، إلى أي مدى عودة الرئيس هادي إلى اليمن ستكون محور نقاش في هذا الحوار برأيك؟ هي لم تعد محور النقاش على الإطلاق، يعني هذا واضح، واضح من المقدمات، واضح من أيضا من طبيعة ما تسرب من محادثات مسقط. هناك شبه تسليم دولي، بل حتى السعودية نفسها مسلمة بأن الرئيس عبد الرب منصور هادي خلاص طويت صفحته، وإذا جرت التباحث عن أي ترتيبات لمستقبل العملية السياسية في البلد ومستقبل السلطة ووضع السلطة، فبالتأكيد سيكون ذلك مع غياب أو تغيب كامل لهادي. نحن نعرف أن المملكة العربية السعودية أقدمت من وقت مبكر منذ بدء عدوانها على اليمن على الدفع بتعيين خالد بحاح نائبا لهادي، وذلك لأنه كان حينها شخصية مقبولة أو تحظى بنوع من التوافق لدى مختلف الأطراف. سيد محمد، أليس في الأمر يعني تحجيم دور الرئيس هادي، يعني ما تقوله أنت عن دور وحضور الرئيس هادي في المرحلة المقبلة، أليس فيه يعني هذا التحجيم لدوره بحسب كلامك مبالغة بعض الشيء؟ لأن يعني الرجل لديه حكومة بوفد بأشخاص بشخصيات وصلت إلى هنا وتفاوض باسمه، يعني ليس في الأمر أي تحجيم أو تقليل من شأنه. كلما طرح من مقترحات أولية سواء في مسقط أو غير مسقط، بل منذ بداية العدوان السعودي كلها تتحدث عن يعني حتى السعودية سقفها فيما يتعلق بهذا الأمر داكي من السقف العالي التي أو الذي ترفعه كشعار للحرب، لكن على المستوى العملي هي تعرف أن كل فرص وحظوظ الرئيس عبد الرب منصور هذه قد استنفدت، وأنه ليس هناك من خيار في المستقبل إلا البناء على نتائج الحوار والمشاورات التي كانت قد قطعتها النخبة اليمنية بما فيهم ممثل هادي نفسه. هذه النخب
كانت قد توصلت إلى تشكيل مجلس رئاسي بمعزل عن هادي، وإن بحضور ممثلين لهادي في المجلس الرئاسي، لكن ليس حضوره بشخصه كرئيس للجمهورية. ثانيا، هذه القوة التي تتحدثين عنها أو الفرص أو الحضور الكبير لهادي، هو وجود كله حضور هش، وجود شكلي، لم يعودوا موجودين إلا وسط الأضواء التي تسلطها عليهم السعودية، ودون أن يكون لديهم أو لهم وجود على الأرض على الإطلاق. من بداية كان الهدف أو أحد الأهداف الأساسية المعلنة للسعودية هو إعادة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي. كلما مر يوم إضافي على هذه الحرب ثبت للعالم أكثر أن هذا هدف مستحيل تحققه، ولذلك كانت إحدى يعني العقد التي كانت تهدد بأن تؤدي بمؤتمر جنيف إلى الفشل هو اشتراط الطرف الآخر أو الطرف السعودي أن يتم التعامل مع عبد ربه منصور هادي في هذه المفاوضات كرئيس شرعي. هذه مسألة تجاوزتها الأحداث، تجاوزها الداخل أيضا مثل ما تجاوزها الخارج، وإن بشكل غير معلن. نعم، بما أننا نعم. نتحدث عن وفود، عن من أتى ومن سيصل إلى جنيف للمشاركة غدا في هذه أو في هذا الحوار، سنذهب لنطلع على هذه الوفود اليمنية، أكان يعني الوفد الرئاسة اليمنية أو وفد صنعاء، في هذا العرض لهبة الله بيطار. وفود من داخل وخارج اليمن تمثل أطيافا متعددة من الشعب اليمني تشارك في مفاوضات الأمم المتحدة في جنيف. وفد الرئاسة اليمنية الآتي من السعودية يضم 7 ممثلين، وهم وزير الخارجية المكلف رياض ياسين، والقيادي المنشق عن حزب المؤتمر الشعبي أحمد الميسري، ووزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، والأمين العام لحزب الرشاد عبد الوهاب الحميقاني، وأحد كبار الشيوخ صعد عثمان مجلي، والأمين العام لحزب العدالة والبناء عبد العزيز الجباري، ووزير المياه فهد سليم كفاين. أما الوفود الآتية من داخل اليمن فهي وفد حركة أنصار الله وحلفائها، والذي يضم مهدي المشاط وحمزة الحوثي وعلي العماد وعبد السلام جابر ممثلا الجنوب، وكلا من عمار مرشد وعبد الملك الحجري كممثلين عن حزب الكرامة. أيضا وفد المؤتمر الشعبي وحلفائه، ويضم عارف الزوكا وأبو بكر القربي وقاسم سلام وعادل الشجاع وياسر العواضي وفائق السيد وغالب المطلق من الحراك الجنوبي. أما حزب البعث العربي الاشتراكي فيمثله محمد الزبيري، ويوفد حزب الحق حسن زيد ممثلا عنه. ومن حزب العدالة والبناء أيضا يحضر محمد أبو لحوم كمراقب للمفاوضات. طبعا هذه المفاوضات يراقبها أو يترقبها يعني اليمنيون، خصوصا منهم في اليمن في مختلف المدن اليمنية. سيد محمد عايش وأنت يعني موجود في صنعاء، نريد أن نعرف ما الأمال التي تضعونها لهذه اللقاءات في جنيف؟ تضعون أمال عالية يعني كيمنيين لهذا الحوار، لهذا المؤتمر، وهل برأيك من الممكن أن يصل فعلا إلى هدنة، خصوصا ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك؟ مسألة الهدنة لم تطرح ضمن أجندات الحوار ولا أيضا إيقاف إطلاق النار. يبدو لي أن الأمم المتحدة تريد أن تضع مسألة الهدنة كمسألة خارج إطار التداول أو النقاش، بما أنها مسألة ضرورية وحتمية من الناحية الإنسانية. الوضع في اليمن لا يستحمل استمرار حالة الحرب هذه ولا استمرار الحصار، وبالتالي على الأطراف جميعا وأساسا الطرف السعودي علي أن يوافق على الدخول في هدنة إنسانية طويلة المدى وليست حتى قصيرة أو مثل الهدنة السابقة، ما لم فإن الأوضاع مستمرة في الانهيار. اليمنيون جميعا يعلقون، إذا كانوا يعلقون من أمل على جنيف فإنهم يعلقون عليه
أمل الوصول على الأقل إلى هدنة طويلة المدى، لعلمهم أنه لن يستطيع الوصول إلى إيقاف كامل ولا حتى جزئي لإطلاق النار. هذا هو أكبر ما يمكن أن يعني يعلق عليه اليمنيون آمالهم. ثانيا، يفترض من حيث المبدأ أيضا أنه ما دام وافق اليمنيون على أن يلتقوا باليمنيين وأن يتحاوروا فيما بينهم، فإن هذا يسحب ذريعة أخرى من ذرائع الحرب السعودية. نحن نعرف أن المملكة العربية السعودية كانت أحد ذرائعها الحرب هو رفض الحوثيين أو ادعاءها بأن الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام وصالح يرفضون الحوار أو إنهم انقلبوا على الحوار الوطني، ولذلك نص قرار مجلس الأمن الدولي على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار. حسنا، ها هم اليمنيون يذهبون إلى الحوار ويجلسون مع بعضهم أيا كانت المسافة التي تفصل حتى هذه اللحظة بين مواقفهم، إلا أن ذلك يفترض أنه يدفع بالسعودية ويدفع بالمجتمع الدولي أيضا إلى رفع يده عن دعم الحرب السعودية المستمرة والتي تتسبب في كوارث يومية ومستمرة في أكثر من منطقة يمنية حتى هذه اللحظة. كما أنه ينبغي على طاولة الحوار هذه أن تصل على الأقل إلى تفاهمات لإيقاف الحرب الداخلية في أكثر من مدينة يمنية تعيش حالات كارثية مثل عدن وتعز. صحيح، أشكرك سيد محمد عايش رئيس تحرير صحيفة الأولى على انضمامك لنا من العاصمة اليمنية صنعاء. وبما أنك يعني ختمت حديثك بالكلام على الوضع الإنساني في الواقع، عندما نتحدث عن هنا الأمم المتحدة في جنيف لغة الحوار والسلام تسود، إنما في اليمن ما زالت لغة القذائف والمدافع والضحايا الذين يسقطون يوميا، ما زال هذا هو المشهد المسيطر على اليمن. نشاهد الآن تقرير عن آخر تطورات الميدانية التي حفل بها هذا اليوم في مختلف المدن اليمنية. 2326 شهيدا، 5695 جريحا، هذا ما سجل في الوثائق الرسمية لوزارة الصحة اليمنية. الواقع قد يكون أسوأ والآتي قد يكون أفظع. التهديد لم يعد يأتي فقط من الاستهداف المباشر بالقذائف والصواريخ، الحصار يعوق إدخال المواد الطبية والصحية، نقص المياه والتلوث أسهم في انتشار الأمراض والأوبئة التي تؤدي أحيانا إلى الوفاة. تعددت الأسباب والموت في اليمن واحد، في اليوم 81 من الغارات استهدفت طائرات التحالف السعودي مناطق مختلفة من صنعاء، شهداء وجرحى أغلبهم من الأطفال سقطوا في غارة للتحالف السعودي على تعز، فيما اتسعت رقعة الاشتباكات لتصل إلى منطقة الضباب جنوب المدينة. سلسلة من الغارات شنت أيضا على معسكر في مدينة ذمار. عدن تعرضت لغارات في الممدارة ودار سعد ومحيط المطار. سكان المنصورة تحدثوا عن تساقط قذائف هاون على مناطق سكنية أطلقها مجهولون. في هذا الوقت تحدثت معلومات عن سيطرة الجيش واللجان الشعبية على مركز محافظة الجوف الحدودية مع السعودية ومعسكر الحزم وموقع عسكري يسمى الإسرائيلي، ما دفع بعدد كبير من عناصر القاعدة إلى الفرار. الجيش فجر عددا من الدبابات وسيطر على آليات عسكرية في مواقع للقاعدة. والآن إلى الماضي الحاضر.